كنيسة الشهيد أبي سيفين بحدائق القبة نظمت يوم الجمعة اللي فات لقاء لأبناء الكنيسة من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في إطار مبادرة ازرع شجرة اللي بيتبناها قطاع كنائس حدائق القبة والويلي والعباسية، وده بهدف تنمية الوعي البيئي عند الأطفال والشباب. بدأ اللقاء بالقداس الإلهي اللي رأسه نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والويلي ومنشية الصدر، وشاركوا الآباء كهنة الكنيسة، ثم كلمة من نيافته للمشاركين في اللقاء والبالغة عددهم 700 شخص من الأطفال والشباب. ويأكد نيافته في كلمته على قيمة الإنسان وقال إنه كائن متميز مخلوق على صورة الله، وأشار إلى أن ربنا كلف الإنسان أنه يرعى الخليقة ويحفظها ويحميها بصفته تاج الخليقة. كما ألقى المهندس ألفونس جريس منسق مبادرة ازرع شجرة كلمة دارت حوالين دور الكنيسة في توعية أبنائها بالدور القومي في حماية البيئة، وده بتزامن مع مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 والمقرر عقده في مصر في شهر نوفمبر اللي جاي. ويؤكد على تعاون الدولة مع المبادرة في توفير الأشجار وتسليمها للأطفال مساهمة منها في نشر الوعي البيئي.